روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع في حلقه جديده من حلقات جمال الصحه، بنتكلم فيها عن مواضيع بتهمكم صحيا واجتماعيا. واليوم حنتكلم عن قصه فيروس نباء اللي انتشر الاخبار عنه حول العالم، خاصه بعد ما طلعت جريده الجارديانز البريطانيه واعلنت انه بدايه هذا الفيروس في الصين، بدايه انتشار هذا الفيروس حديثا في الصين. هنحكي عن كل هاي التفاصيل، عن الفيروس ليش انتشر ما انتشر، لكن في البداية حابب أنوه على شغل يا جماعة، الرجاء عدم لعن أي مخلوق خلق على هذه الأرض. كل مخلوق حتى الفيروس أو البكتيريا التي وجدت لها دور في هذه الحياة، وبدونها تأكدوا أنه سيصبح في خلل في الحياة. الناس كتير بقول لك خلينا نقضي على الخفافيش لأنها هي سبب كبير في الأوبئة، قد تكون نعم، ولكن خفافيش أيضا سبب كبير في اختفاء كثير من الأوبئة لأنها بتأكل الحشرات اللي بتأكل كثير من الأوبئة. لا يوجد أي شيء خلق عبثا على هذه الأرض، وهذا أول شيء لازم نفهم. حتى هذا الفيروس، حتى فيروس الكورونا لم يخلق عبثا، تعلمنا منه الكثير، وجد أيضا لعمل بالانس في هذه الحياة، وجد لإعطائنا مناعة. فخلينا دائما متفائلين بقدرة الله سبحانه وتعالى بإعطائنا العلم والقوة على أن نحارب أي شيء وجد بطريقة علمية صحيحة، وإن شاء الله رب العالمين بنضل إحنا وياكم بصحة وعافية. خليني في البداية أفرق بين شيئين مهمين، وهو الفيروس والبكتيريا. يعني هذا في فرق كتير كبير، لأنه في ناس بقول لك ليش ما بعطوهم مضادات حيوية أو شيء. خليني بس سريعا أحكي لكم، البكتيريا هو عبارة عن كائن حي يستطيع أن يعيش لوحده دون الاعتماد على أي كائنات حية أخرى. في بكتيريا عايشة ألاف ومئات الألاف السنين على هذه الأرض، وتستطيع أنها تعيش لحالها وبتضلها تعيش لحالها، وإذا دخلت لجسم الإنسان قد تسبب بعض الأمراض والالتهابات. ولذلك وجدت المضادات الحيوية اللي هي بتقاوم هذه البكتيريا وبتمنعها من تكوين الالتهابات في الجسم. ولكن بدي أذكركم أنه في بكتيريا أيضا جيدة نستخدمها كتير في حياتنا ومهمة لحياتنا، ومنها البكتيريا الموجودة في الأمعاء. وسبحان الله، هذه البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء تقوي جهاز المناعة لمحاربة البكتيريا والفيروسات الأخرى اللي إحنا بنسمع عنها هيك كلمة probiotic، تسمعوا عنها كتير، وأنا حامل حلقة كيف نسوي probiotic في البيت ونقوي جهاز المناعة إن شاء الله لاحقا. لكن موضوع البكتيريا اللي بنستخدمها مثلا في الخميرة، في خميرة الخبز، أو في حتى الخميرة في الكحول اللي بنسوي كحول، حتى الكحول الطبية
هذا جزء من أنواع البكتيريا اللي بتسبب هذه العملية، عملية التخمر، وهذه بكتيريا جيدة بشكل عام. الفيروسات بعض العلماء صنفها أنه هي مش كائن حي أصلاً، أوكي، لأنها بتموت بسرعة أو لن تستطيع الحياة أو التكاثر بسرعة، لأن حتى كلمة الموت، لأن الموت لكائن حي. فالموضوع الفيروسات بشكل عام هي أجسام قد تكون أحادية بتعيش بعضها لساعات، بعضها لأشهر، بعضها لسنوات على الأسطح والأماكن، ولكن تحتاج إلى أجساد سواء حيوان أو نبات أو إنسان للتكاثر، وبتسبب انتقال من مكان إلى آخر. وفي الانتقال هذا بيصير الطفرات الوراثية اللي بتسميها mutation بالإنجليزي، اللي بنسمع عنها الآن في الكورونا، صار في تغير في بعض خصائص هذا الفيروس في بريطانيا وساوث أفريكا، وبيصير variants أو بيصير طفرات وراثية بتختلف نهائيا. ويمكن كنا بنعرف إنه هذا بيصير في الإنفلونزا الموسمية اللي بتصير كل سنة، عشان هيك كل سنة نحتاج إلى لقاح جديد. الآن نرجع لموضوع الفيروس أو فيروس نيبا. إذا عندكم أسئلة، أنا بتوقع الجميع ما شاء الله عندنا حضور جيد، أي حد عنده أسئلة خلينا نحطها في وصف. فيروس نيبا نشرت قبل عدة أيام، بالضبط في 26 يناير، جريدة الجارديان البريطانية مقالة بتحكي فيها عن انتشار هذا الفيروس في الصين، واللي قد يصل فيه نسبة الوفيات من 40 إلى 70%. طبعا هم كتبوا up to 70%، هو نسبة الوفيات في من 40 إلى 70% حسب الحالات. طبعا هذا التقرير للجارديان كان مبني على تكهنات أو تحذير، الهدف منه حسب ما قالت الجارديان لاحقا أنه إعطاء صورة أنه هناك فيروسات قد تحدث أو قد تخرج حديثا، ولكن شركات الأدوية غير مستعدة لهذا الفيروس، لعدم وجود أي دراسات، لعدم وجود أي علاجات، لعدم وجود أي لقاحات. وعلى كلام الجارديان أنه كانت تهدف إلى يعني عمل أو هز شركات الأدوية، لأنها تقوم بعمل لقاحات أو أدوية. وطبعا شركات الأدوية أنتوا عارفين هاي شركات بروفيت، تحتاج إلى فلوس، فلن تعمل برودكت لن يباع أو ما في حدا محتاجه. وأي واحد عنده بيزنس، عنده مطعم، ما راح يصنع شغلة ما حدا بكلها، راح يترك هذه أو يخرجها من المنيو. هاي شركات الأدوية نفس الشيء. فهذا اللي قالته الجارديان، وبعض الناس قالوا إنه الجارديان أرادت بذلك أن تصيب الصين بضربة جديدة وأن تحدث بلبلة حول الصين، وردت الصين، وححكي لكم رد الصين لاحقا. وبعديها جاءت الجارديان وغيرت المقالة، وححكي لكم عن هذا الموضوع في نهاية هذه الحلقة. يعني خلينا نفصل شوي الموضوع السياسي أو اللي حكوه عن الحلقة في النهاية. الآن خلينا نحكي عن هذا المرض. إيش هو هذا الفيروس؟ الفيروس هذا معدي جدا، ويعتبر من واحد من أكبر 10 وأخطر 10 فيروسات وأمراض معدية حسب تصنيف الـ WHO World Health Organization أو منظمة الصحة العالمية. فطريقة عدوته قوية، وذلك لأنه بسبب زي ما حكينا وفيات تصل إلى من 40 إلى 70% من نسبة المصابين. هو عبارة عن مرض ناشئ، يعني مرض جديد، ممكن أن يكون زي ما حكوا وباء عالمي إذا حدث هذا، ولكن إلى الآن لا يوجد أي حالات ومسيطر عليه. المشاكل اللي بسببها، أول شيء مشاكل تنفسية حادة، بصير عنده ضيق في التنفس، وأحياناً كثير بصير ارتفاع في درجات الحرارة، صداع، غثيان، ألم في البطن، ومشاكل في البلع، مشاكل في الرؤية أحياناً، وبتسبب إلى حساسية للضوء،
والمشكلة الأكبر أنه قد يسبب التهاب وتورم في أنسجة الدماغ. هذا الالتهاب والتورم قد يؤدي إلى 60% من المرضى إلى غيبوبة. 60% من المرضى بهذا الفيروس يصابوا بغيبوبة وتؤدي إلى وفاتهم طبعا في النهاية. الوفيات زي ما حكينا تصل من بين 40 إلى 70% حسب الأماكن اللي صار فيها وعدد المصابين والوفيات. طبعا لا يوجد أي دواء أو لقاح لهذا الفيروس. طيب كيف هذا الفيروس بينتقل للإنسان؟ هذا سؤال مهم جدا. أوكي. هذا الفيروس ينتقل، هو موجود عند خفافيش الفاكهة، مش كل الخفافيش. أوكي. خفافيش الفاكهة اللي لا تأكل اللحوم، يعني الخفافيش عادة لاحمة تأكل اللحوم، ولكن هذه الخفافيش تأكل الفاكهة، وهي موجودة تقريبا عند الخط الاستوائي في جنوب شرق آسيا، في جنوب شرق آسيا، فهي مش موجودة في كل الصين، موجودة فقط في الجنوب الصيني، ومعظمها موجود في الهند وماليزيا وبنغلاديش، حنحكي عن هذا لاحقا. فالخفافيش هاي حاملة لهذا الفيروس، قد تنقلها إلى حيوان آخر، وحدث أنه نقلتها إلى الخنازير، وحنحكي عنها لاحقا، أو تنقلها إلى الفاكهة اللي تأكل منها. الفاكهة أو الخضروات هي تأكل الأشياء الحلوة السويت، يعني رحيق النباتات أو الفاكهة، وهذا الغريب في هذا النوع من الخفافيش. وفي بعض المزارع في ماليزيا والهند بربوا هاي الخفافيش لأسباب طبعا صحية على كلامهم، أنه بيعملوا منها أدوية. المهم، فهذه الخفافيش إما بتنقلها إلى الفاكهة أو بتنقلها إلى حيوان آخر، وحدث أنها نقلتها إلى الخنازير. الآن الإنسان إذا أكل من هاي الفاكهة الملوثة أو أكل من هذه الحيوانات الملوثة، وهنا الحال الخنازير، تؤدي فيه إلى الإصابة ويصبح ناقل للعدوى. وهذه طبعا المشكلة الكبرى، إنه ممكن ينتقل من الحيوان للإنسان عن طريق حيوان أو عن طريق نبات، وثم ينتقل من البشر إلى البشر، وينتقل عن طريق اللعاب أو إفرازات التنفس لما الواحد يعطس، وهذا الإفرازات تخرج وتؤدي إلى اللد. طبعا اللي صار إنه هو في 1999، يعني حديثا قبل 21 سنة أو 22 سنة تقريبا، اكتشف في ماليزيا أول حالات لهذا المرض. أوكي. وكانت انتقلت من الخفاش إلى الخنازير ثم إلى الأشخاص. سجلت 265 إصابة، توفي منهم 115 شخص. 265 إصابة، توفي منهم 115 شخص. ثم قدرت ماليزيا على احتواء هذا الفيروس وانتهى في بعض الفترة. ثم عاد حديثا وانتشر، بعدها انتشر في الهند، ثم عاد حديثا وانتشر في الهند وبنغلاديش بكميات بسيطة ولسه محتوية وما في عليها مشاكل كبيرة. وهون النقطة، إنه الصين لم تسجل فيها أي حالة لهذا الفيروس إلى وقتنا الحالي. طبعا تواصلت أنا مع أصدقاء لنا في الصين، وأثبت وقالوا حكوا أطباء، ومنهم الدكتور علي الوعري اللي بنوجه له كل الاحترام، كان مفروض يكون معنا اليوم ولكن لأسباب خارج عن إرادته لم يستطع، نوجه له التحية. ما في أي حالات سجلت إلى الآن في الصين، وحنحكي بعدين شو رد الصين على الجارديان. طبعا زي ما حكينا إنه الانتشار لسه غير واسع زي موضوع الكوفيد، قد يحدث وقد لا يحدث، يعني هو الموضوع الآن تحت السيطرة. وزي ما حكينا ب 2018 انتشر مرة تانية في الهند، والآن في بعض الحالات البسيطة جدا في الهند وبنغلاديش. طبعا زي ما حكينا بيؤدي 60% إلى غيبوبة، صعوبة في التنفس، ارتفاع في الضغط ودرجات الحرارة، وقد يؤدي إلى نوبات تشنج، و
حالات كثيرة يؤدي إلى الوفاة. المشكلة في هذا الفيروس أنه فترة الحضانة فيه، فترة الحضانة ليست مثل فترة الحضانة في فيروس الكورونا اللي بنعرف. عشان نعرف رحمة ربنا أنه حتى فيروس الكورونا اللي هو موجود هلأ، يعني لو قارناه بفيروسات أخرى يعتبر يعني لطيف. فترة الحضانة في فيروس نيبا أكثر من 45 يوم، وبالتالي في معظم الحالات، مش في كل الحالات، معظم الحالات، وفي هذه الفترة الشخص بيكون ناقل للعدوى، يعني هي ينقل العدوى دون أعراض لمدة 45 يوم، وبعد 45 يوم تظهر عليه الأعراض هاي وقد تؤدي إلى وفاته. في فيروس الكورونا عادة أيام بسيطة وما بتزيد عن هذه الأرقام. طبعا إيش اللي لازم نسويه؟ إيش التفاعل اللي لازم نسويه؟ في أشياء كثيرة لازم ننتبه لها ونحاول إنه نقاومها. أول شيء اللي هو الأمور البسيطة اللي هي أنا بدي أحط لكم هلا فيديو حطيناه أول الحلقة، ما في شيء جديد، نفس الحالة نفس الأشياء، والوقاية ممكن تؤدي إلى الحالة. خليكم مع هذا الفيديو السريع ونرجع لكم. روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. طيب رجعنا لكم الآن، بدنا نحكي عن أسباب حصول هذا الفيروس. زي ما حكينا هو واحد التخالط مع الخنازير المريضة، التخالط مع الخفافيش المريضة، 2 أكل الخضروات أو الفواكه التي أكلت منها هذه الخفافيش وأدت إلى انتقال هذا الفيروس إلها، وبالتالي انتقلت في الهند قبل 2018، انتشر بكميات بسيطة بسبب أكلهم للتمور، لأنهم بيشربوا عصير التمر وهذا العصير كان ماكل منه هذا الخفاش فأدى إلى انتقال هذا الفيروس، ثم في النهاية مخالطة المصابين. زي ما حكينا كيف نقي نفسنا، الوقاية العامة من أي فيروس، غسل اليدين، تنظيف، الطهارة، تقوية جهاز المناعة، وهذه رقم واحد يا جماعة. وأنا لما حكيت مع الدكتور علي الوعري لفت نظري إلى موضوع مهم جدا 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 بسموه One Health Approach، اللي هي نهج صحي موحد، بحيث أنه نقوم نحن بحماية كل شيء يحدث حولنا، ليس فقط أجسامنا، حماية الطبيعة، التقليل من التلوث، التقليل من البلاستيك، التقليل من عمليات البناء المجرفة. لما احنا بنعمل عملية البناء بنقلب التربة، وهذه التربة فيها فيروسات وبكتيريا احيانا بنطلعها وهي مخامدة ما في داعي، ولكن الجريدينس او الطمع اللي موجود فينا، بدنا نبني ناطحات سعاب، بدنا نكبر، بدنا يس. هذه احد الاسباب اللي ما نلوم فيها الطبيعة ونحكي والله الطبيعة طلعت لنا من وين اجانا هذا الفيروس، اجانا من وراء شغلنا، من التلوث اللي بنسويه، من البلاستيك اللي بنزته في كل مكان، وكل واحد يلوم نفسه. يا جماعة اشعر بأنك أنت من ساهمت في هذا الشيء أو ساهمت في عكس هذا الشيء، في إيقاف هذا التلوث، هذا بيدنا وليس بيد أحد. الشيء الثاني اللي هي الحيوانات لازم نعطيها طبيعة، لازم نعطيها حيوانات، نكون حيوانات صحية،
تربية سليمة، ما نخلط بين تربية الحيوانات، نحط كل الحيوانات في زريبة واحدة. الأعلاف اللي بنعطيها للحيوانات كلها الآن، معظم المعلفين أو الأعلاف اللي تعطى أعلاف MGO modified، محدثة جينيا، وهي طبعا بتأثر على هذه الفيروسات في مناعتها، وبالتالي الحيوانات، وبالتالي هذه الفيروسات تسهل عليها مهاجمة هذه الحيوانات وتنتقل بالتالي إلى الإنسان. again رجعنا إلى إنه إحنا عم بنخرب في الطبيعة، فبالتالي الطبيعة عم تحاول إنها تنقذ نفسها وتساعد نفسها. صحة الإنسان، صحة الإنسان يا جماعة معتمدة على إيش؟ صحتك أنت معتمدة عليه، على الأكل اللي بتأكله كله للأسف مصنع، على الشرب اللي بنشربه كله ملوث، على الهواء اللي بنستنشقه معظمه صار ملوث، الأسماك، كل البحار ملوثة، الأرقام اللي بنسمعها فعلا فعلا صادم. دكتور عبد الله بيحكي للأسف، يسعد مساك دكتور، للأسف هذا الموجود من 98-99 على علمي، ولكن لا أدري لماذا في هذه الفترة أصبحت هذه الفيروسات تخرج للعلن من جديد، وكان الناس حسب قانون الانجذاب أصبحوا يبحثوا عن أي خبر عن فيروسات لنشره، عافانا الله وإياكم. مزبوط الكلام، صحيح الكلام مزبوط، الفيروسات هاي موجودة من زمان، موجودة كثيرا، ولكن للأسف بعض الجهات الآن بتحاول إنها، وحتطلع فيروسات يا جماعة، ما تفكروا إنه خلاص حتموت، مدام الإنسان موجود، مدام هذه الكرة الأرضية موجودة أكيد حتطلع بكتيريا وفيروسات، والفيروسات بتغير نفسها، وهذا إشي طبيعي، هذا إشي طبيعي. طمنا يعني هل هو خطير وكيف لازم نتعامل معه؟ Again الخطورة ليست موجودة إلى الآن، ما في أي خطورة، إذا لا سمح الله انتشر طبعا رح تصير خطورة، لكن إلى الآن ما في أي خطورة، اطمنوا. التعامل زي ما حكيت هو ليس تعامل وقتي، تعامل اليوم أنا بدي أنظف بس الطاولة اللي عندي بالكلور وامسحها وكل إشي رح يصير تمام، لا، لازم نبدأ في One Health Approach، نبدأ بأنفسنا، نغير من طبيعة أكلنا، نقوي جهاز المناعة عندنا، نغسل إيدينا صح، نغسل بيوتنا صح، نعلم أطفالنا يغسلوا حالهم صح، عدم العمل بالعمليات أو الأشياء الغير صحية، التدخين، شرب الكحول، الأرجيلة، بالإضافة إلى ذلك الاهتمام بالصحة بشكل عام من ناحية نوع الأكل، الأكل ما يكون من أنواع الموديفايد أو المعدل وراثياً، الأكل يكون صحي، نبتعد عن البلاستيك، نحاول نستخدم الزجاج والفخار أكثر. أنا في عنا الدكتور محمود الصوص، الله سهل عليه، بدأ بدعوكم جميعا لمتابعته، عنده دائما فيديوهات رائعة عن طريقة تحضير الأكل بطريقة صحية. زي ما حكيت عدم التلاعب مع البيئة، البيئة يا جماعة هي جزء من المكان، إحنا جزء بسيط من هذه البيئة، فإذا إحنا عم بنخرب في البيئة، البيئة أكيد حتغير، تلوث البناء زي ما حكيت، صحة الحيوان لازم نهتم فيها، لأنه إحنا في النهاية بدنا نستخدم هذا الحيوان سواء للأكل أو للركوب، راح يصير في تلامس معه، وهي كلها راح تسبب هذا السبب. هل هو أخطر من كورونا؟ يعني هو بسبب عدد وفيات أكثر من كورونا، لكن انتشاره أقل كثير، فالكورونا قتل أكثر من 20 مليون، هو هذا قتل يمكن 200 شخص لحد الآن، فهو لحد الآن مش الأخطر طبعا، ولكن إذا انتشر راح يكون أخطر. وللعلم إنه في أمراض كثيرة تقتل أكثر من الكورونا، الكورونا ليست بأخطر مرض موجود، هذا الفيروس يعتبر من أخطر 10 فيروسات، ولكن إذا انتشر في طريقة انتشاره، وأجين كيف إحنا نحد من انتشاره؟ أنا وياك وهداك وهو بحد من انتشاره، وليس الفيروس هو اللي حد من انتشار، الفيروس سيقف إذا لم يجد ناقل، زي ما حكينا هو لن يستطيع أنه يتكاثر إذا لم يجد هذا الناقل. سؤال دكتور، حاليا مع كثرة الفيروسات، هل كثرة التعقيم ممكن تؤثر سلبيا على جهاز المناعة في الوقت وتضعفه؟ نعم نعم، كثرة التعقيم يا جماعة، إذا أنت يعني ما طلعت من البيت ما في داعي تضلك ترشش كلور، لأنه جهاز المناعة تبعك يحتاج إلى البكتيريا والفيروسات الموجودة حولك عشان يضلوا نشط، أوكي؟ لكن
إذا أنت طلعت برا البيت أو جبت أغراض من برا بسبب الأزمة اللي إحنا عايشينها، يس لازم تعقم هذه الأشياء اللي بتجيبها. فالموضوع هو ليس بكثرة التعقيم، غسل اليدين بالماء والصابون أو غسل هذه الأشياء بالماء والصابون كافي جدا. يعني حتى استخدام المعقمات الهايبريكس والليزول وكل هاي الأمور والديتول ما في لها داعي. الأهم شيء الماء والصابون بقتلوا معظم الفيروسات. أتكلم هذا عن المبالغة باستخدام هذا. أتذكر كيف جدودنا كانوا يقولوا إذا تلعب بالتراب بصغرك حتى تقوى مناعتنا، وكانوا يحكوا الطفل لازم يلعب بالتراب. نعم، هل وصل لكندا؟ لا 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 لا، ما وصل لكندا ولا إن شاء الله رح يوصل. يعني هو لسه محدود الآن في بنغلاديش والهند وليس موجود في الصين كمان، وهذه من الشغلات اللي نحكي عنها هلا. طبعا موضوع الدعاية الإعلامية، خلينا نحكي عن موضوع الدعاية الإعلامية اللي كلنا سمعنا عنها عن من الجارديان. طبعا هذه الدعاية الإعلامية للأسف يعني ما حد عارف شو سببها، هل هو سببها سياسي، هل سببها فقط إثارة البلبلة، أو سببها إعلامي بدهم يضربوا ضربة إعلامية. قبل فترة طلع برضو الإعلام بتهويج إنه الصين تم اكتشاف فيها فيروس هانتا، إذا بتتذكروه، اللي بنتقل من الجراثيم وهانتا وهانتا وسيدمر العالم، والفيروس الكورونا يعني الولد الصغير بالنسبة لهانتا. واختفى هذا الموضوع ولم يتكلم عنه أحد. بعد فترة طلعوا الطاعون، الطاعون معبي الصين، والصين مين كلهم بموتوا من الطاعون. برضو بعد فترة اختفت هذه الكلام. فالموضوع لا يجب أن لا نجر خلف الدعايات الإعلامية الواهية التي للأسف سببها أو هدفها يا إما تضليل إعلامي أو تضليل أو ضرب عمل سياسي. طبعا نبدأ هون بالرد الصيني، حيث نفت الصين أن يكون فيروس نيبا فيروس صيني زي ما حكوا، مثلما روج له عن قصد أو دون قصد من بعض وسائل الإعلام، ومنها زي ما حكينا الجارديان البريطانية وموقع روسيا اليوم الإخباري. وقالت إنه ربط الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأن الفيروس موجود أصلاً في جنوب آسيا وليس في الصين تحديداً، وبالتالي تؤكد عدم وجود أي حالة في الصين. وهذا التقرير الصحفي لم يكن مبني على أي أدلة علمية تستند على هذه الادعاءات. وبالتالي طبعاً كاتبت هذه المقالة سيدة كولي، تحدثت في مقالتها عن تقرير مستقل حذرت أن كبرى شركات الأدوية في العالم غير مستعدة لأي وباء عالمي، ومنها موضوع الفيروس اللي نيبا. وحكت أنه هدف هذه المقالة هو التحذير أو لفت النظر أنه شركات الأدوية غير مستعدة. زي ما حكينا أول مقالة تم نشرها في الجارديان في 26/1، بعد 5 أيام في 31 يناير، بعد 5 أيام الجارديان عدلت التقرير وحذفت أي إشارة إلى الصين في تصريح من الكاتبة الصحفية. وكتبت الجارديان أنه تم تعديل هذه المقالة بتاريخ 21 يناير 2021، وذكرت نسخة سابقة من المقالة أنه الكاتبة سلطت الضوء على تفشي فيروس نيبا في الصين. معدل وفيات حكت أنه 75% باعتبار خطر الوباء الكبير القادم. وطبعا هي كانت بتحاول أنه تحكي على كلامها أنه عن انتشار هذا الفيروس بشكل عام، وأن تفشي مرض مثل هذا في بلد كبير مثل الصين قد يؤدي إلى كارثة بيئية وكارثة أو بانديميك، ولا يمكن إنه يمسك. وكتبوا في التعديل لا يوجد حاليا تفشي لنيبا في الصين نهائيا. يعني رجعت عدلت قرارها الجارديانز لأسباب الله أعلم. طبعا بالمختصر نحكي إنه فيروس نيبا حيواني المنشأ، ينتقل من
الخفافيش، خفافيش الفاكهة بالذات، مش أي خفافيش، إلى الفواكه والخضروات اللي تأكل منها الخفافيش، أو إلى حيوانات ومنها إلى الإنسان، سواء من الفواكه والخضار أو من الحيوانات إلى الإنسان، ويمكن أن تنتقل عن طريق الطعام الملوث زي ما حكينا مباشرة إلى الناس. تسبب عدوى نيبة بالبشر إلى عدد كبير من الأعراض السريرية، وهي زي ما حكينا لمدة 45 تقريبا يوم لا تسبب أي أعراض، ويكون الإنسان ناقل ومعدي في هذا الوقت. ومعظم هذه الأعراض التي تسببها اللي هي في جهاز التنفس، ثم التهاب حاد في الدماغ، وتؤدي إلى غيبوبة وتشنجات، وثم إلى الوفاة في أكثر من 40-70% من الحالات. زي ما حكينا أنه تختلف المعدل في تفشي الحالات، وأيضا إلى حالات الوفاة اعتمادا على القدرات المحلية للمستشفيات للمراقبة الوبائية والإدارة السريرية طبعا، ومحاولة العلاج. العلاج اللي موجود هو محاولة تقوية جهاز المناعة، محاولة إيقاف مثلا الصداع، إيقاف الحرارة، تنزيلها، الضغط تنزيله، التنفس بعطوه أكسجين، فهي بس للأعراض. يعني زي ما حكينا أنه ما في علاج رسمي لهذا، ومعظم الفيروسات ما لها علاجات لهذه الفيروسات. وأيضا لا يوجد لقاح، وإحنا حكينا الفرق بين العلاج واللقاح سابقا. العلاج يعطى للشخص المريض اللي مصاب، أوكي؟ اللقاح يعطى للشخص قبل الإصابة لكي لا يصاب، أوكي؟ الفرق بينهم العلاج بعد الإصابة واللقاح قبل الإصابة. العلاج الأساسي طبعا هو الرعاية الداعمة أو تقوية المناعة. أنا بالنهاية بدي أحكي شغلتين، يعني الشغلة المهمة جدا هي تقوية جهاز المناعة. في سؤال، هل تنصح بلقاح الكورونا وأي نوع تفضل؟ الحلقة الجاية ميرفت حنحكي عن هذا الشيء بالتفصيل. أنا محضر برنامج كامل، يعني صراحة دراسة كاملة عملتها عشان الحلقة، كانت مفروض تكون حلقة اليوم بس نقلناها للأسبوع القادم، فتابعينا إن شاء الله حنتكلم عن هذا الموضوع. الآن في النهاية حابب أذكر بشيء مهم جدا 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 عن هذا اللقاح عن هذا الفيروس، وبشكل عام عن أي مرض يوجد على وجه الأرض. أنت وصحتك هي أهم شيء لمحاربة أي فيروس وبكتيريا تدخل في جسمك. إذا كان جسمك مناعته قوية قد تستطيع مقاومة 90 ولا يمكن أكثر من 99% من الفيروسات. معظم المعقمات ما عندي ولا واحد هون، لكن بكتب عليهم يقاوم 99% من الفيروسات والبكتيريا. جسمك ممكن يقاوم هذه الفيروسات والبكتيريا بكل سهولة. جهاز المناعة يا جماعة، وجهاز المناعة يبنى، يعني هل تستطيع انك تسوي بيت في دقائق؟ مستحيل، اوكي؟ لكن وجهاز المناعة نفس الشيء، يجب ان تبنيه لبنة، بما معناه يجب ان تبدأ بالأكل الجيد، بشرب الماء، النوم الجيد، الرياضة، الصحة، الأشياء المفيدة للفيتامينات، الزنك، فيتامين دي، فيتامين بي كومبلكس، كل هاي الأمور. مرة تانية البروبيوتيك، أنا حامل حلقة خاصة عن كيف تسوي البروبيوتيك في البيت وتشربه أنت وولادك وعيلتك، وهذا بقوي كتير جهاز المناعة، يعني السوبر زي ما بيحكوا الماجيك تبع جهاز المناعة. لكن مش هو الوحيد البروبيوتيك لازم تأخذه، ممكن تشتريه بس ممكن تسويه في البيت. زي ما بيحكوا كثير من الناس متخوفين من اللقاح تبع الكورونا، أوكي. حنحكي الحلقة الجاية إن شاء الله عن الموضوع بالتفاصيل، فتابعونا. في النهاية أنا حابب أشكر الجميع اللي حضروا هاي الحلقة، استفادوا منها، عملوا لايك لصفحتنا، عملوا سبسكرايب لقناة يوتيوب تبعتنا، وعملوا شير لهذا الفيديو عشان الناس تستفيد منه. لا تخلي الإشاعات تطلع وتمر
سريعا على كل العالم، اوكي، وتطلع الاشاعات وتدور، وفيديو ممكن يفيد الناس وفعلا يوصل الرساله الصح يوقف عندك. مش عشان احنا مش حاطين خبر او بنشيت اعلامي يصدم الجميع ما تنشر هذا الفيديو، انشر ان شاء الله، ولك وللجميع الاجر والثواب والفائده. نتمنى لكم جميعا الصحه والعافيه، كل الشكر والتقدير لكم انتم جمهورنا العزيز اللي دائما بدعمنا وبيساعدنا انه نستمر ونجيب لكم المواضيع المهمه بكل سهوله وسلاسه. يعطيكم الف عافيه ونراكم في حلقات قادمه وتصبحون على الف خير. برامجنا برنامج الصحه هذا يبث كل يوم ثلاثاء لايف الساعه 7 مساء بتوقيت كندا الشرقي وامريكا الشرقي. اسمحونا على الف خير.